والراحلين من أعضاء مجالس إدارة نقابة المياه المصرية والراحلين من النقباء أصدقائي وإخواتي وحبايبي، نرحب بأهم وأفضل الفنانين على المستوى العربي، النجم العربي أخونا النجم العربي المصري الفنان الكبير وليد توفيق. كويس يا جماعه، والموبايلات واكله والشوم والله ومشاعر دي اصلا النبي في كل حاجه. يعني حضراتكم عايزين اي اسئله معينه في الموبايلات تنزل تحت يا جماعه. حاضر يا استاذ. يعني جنب الصوت يا استاذ سن الشمال. يعني السجن الكبير وليد توفيق منور مصر يا فندم، تحياتي لحضرتك. خلينا اتكلمنا يعني النهارده عن يعني شايف التكريم بالنسبه لك ده بيمثل ايه، وتحديدا من نقابه المياه الموسيقيه المصريه. اولا يسعد مساكم جميعا. صوت يا استاذ وليد بعد اذنك. اهلا وسهلا فيكم باللبنانه حلوه دي انا سعيد جدا بهذا التكريم يا صاحبي دماغك في كل البلاد العربيه، وبحترم هذا التكريم في كل مكان. لكن دايما بقول النجاح في مصر له طعم تاني، الغنى في مصر له طعم تاني، والتكريم في مصر بلد الفن والشرف كمان له طعم تاني. انتوا ليه؟ انا شفت على علي الشيخ وسام انساه في حياتي من نقابة المهنة الموسيقية بوجود نقيبنا اللي أنا سميته نقيب العرب وكل أعضاء النقابة. كل أعضاء النقابة كل هدي على هذا التكريم غالي غالي على قلبي جدا، كل فنان لبناني وعربي. حابب تقول للنجم وليد توفيق من خلال التكريم ده تحديدا؟ حابب اقول للاستاذ وليد ربنا يديك العمر والصحه، تفضل تمتعنا فنيا زي ما امتعتنا على مدى سنوات عمرنا كلها. ربنا يديلك الصحه وتعلمنا قد ايه يعني ايه الشياكه، يعني ايه الفنان النجم خلقا وفنا وشكلا ومظهرا وكل حاجه. نموذج الاستاذ وليد توفيق نموذج انا اتمنى انه يكون مثال لكل مطرب شاب عايز يكمل حياته وعايز يقول انا فنان. الفنان مش اغنيه حلوه ومش نجاح وشهره بس، الفنان قيمه وعطاء ومشوار كبير شكل ومضمون. جاي تبقى واقف على مسرحك وانت راجل راقي بتقدم فن راقي، شكل راقي مش الاعمال البهلوانيه اللي بنشوفها. فانا لو بوجه للاستاذ وليد توفيق اخويا وصديقي وحبيبي رسالة بقول له صدقني احنا النهارده بنكرم قيمة كبيرة على المستوى الفني والاخلاقي ومستوى الاداء الراقي للفنان. وسفير للبنان بجد، وسفير لينا كمصر بجد، وسفير للأمة العربية بجد. نورتنا وشرفتنا. سيادة النقيب مصطفى كامل، برحب في حضرتك باسم شبكة أخبار العرض الميز اللبنانية الدولية، ونحن على أرض مصر الحبيبة بكل قياداتها الراقية. في سؤال كده مثل ما بيقولوا عندكم في مصر سؤال خبيث، هل وليد ليه مخالفات عندك بالنقابة ولا لا؟ ليه كل الحب والتقدير وليه مننا كل الاحترام. هو ده اللي احنا بدنا نسمعه، علشان وليد نجم وفنان كبير بيمثل بلدي لبنان، وهو مثل راقي للنجم اللبناني المتطور الملتزم الذي عمل وحفر لنفسه اسم في الوطن العربي. برافو، بحييك باسم شعبنا. نورتينا، وانا زي ما بعلنها دايما في كل القنوات وفي كل التلفزيون، انا راجل مدمن وحدة الأمة العربية. الله عليك. أنا راجل عاشق بدنا زقفة لإلك بقى. أنا بحب الروح العربية. هو كده يا أستاذ دوّلت الدنيا. سعودي يا جدعان بعد إذنكم. موبايلات يا سعودي. حضرتك منحت النهارده درع الوفاء، كلمني بقى عن الكومنت ده او الجمله دي بالذات. انا قلتها يا جماعه موبايلات بقى ورا بقى. الاستاذ وليد ما اوفاش للفن بس، الاستاذ وليد اوفى للشباب العربي، اوفى لكل شاب سمعه، لكل فتاه سمعته، اوفى في عطائه الفني في كل كلمه قالها في مناسبه. كل مناسباتنا الجميله لازم يحضر فيها وليد توفيق صوتا وصوره. خليني بقى انا ادي كل التكريم ده للصحافه المصريه والاعزام المصري واللبناني من كل قلبي والله. الله عليكم. استاذ وليد، كلمه الجمهور حضرتك عبر موقع بصراحه لبنان. حبكم من قلبي باللبنان، بموت فيكم بالمصري. احنا كمان بنحبك. وانت من عظام الرقبه.
من عظام الرقبه. من عظام الرقبه انت حضرتك اي رقبه بس. دي احلى كلمه لبناني يعني. باسم موقع الجمهور شعب لبنان احنا عارفين وضعنا كتير صعب كتير شوية. ارجع الجوال مرحلة كتير صعبة لكن كما تعودنا الشعب اللبناني زي طير الغمام لو سمعت يا استاذ ارجع ورا باذن الله مش بس استنوا انتوا بس استنوا وانتوا معانا وانتوا معانا ايوه انتوا معانا كلكم بقى يلا وانزل يا ولي الساحة ومحصل ومالك طالع في العالي يا مالي يا قلبي مالي مالك طالع في العالي يا سعودي ورا سنة بالكاميرا بس شكرا شكرا نورتونا وشرفتونا متشكرين لحضور حضراتكم جدا لانتظاركم الطويل وضعكم خليتونا اهل وسهلا شكرا صباح الفل صباح الجمال